السلام عليكم شباب. ناخذ محاضرة ثانية بايوكيمستري. محاضرة كلها سهلة وحلوة ويحتاج لها فهم شوية ومصطلحات بيها، ايش كم مصطلح يعني مندوخ بيهن نحللهن وراكب فيهن. محاضرة اسمها بيورين اند بايرميدين ميتابوليزم. البيورين والبايرميدين هن نيتروجينوس بيز، اخذناهن ضمن تركيب الدي ان اي. بالمحاضرة الاولى قلنا الدي ان اي يتكون من نيتروجينوس بيس وياها شوجر اللي هو رايبوز خماسي، وكذلك وياهن فوسفات. فقلنا نيتروجينوس بيس بيها بيورينز وبيها بايراميدينز. البيورين ذن البيورينز والبايراميدينز احنا راح ناخذ الميتابوليزم مالتهم. فنشوف يقول لي ذا انفورميشنال مولكيول، طبعا يعني هنا ذني ما راح يرتبطن ويا الشجر ويا الفوسفيت يكون لي دي ان اي. فيقول لي ذا انفورميشنال مولكيول الدي ان اي والار ان اي كونسيست اوف ريبيتنج يونتس كولد نيوكليوتايدز. يعني هو الدي ان اي عباره او يحتوي على نيوكليوتايدز، هي الوحده الوظيفيه مالته. طيب ايتش اوف ويتش كونسيست اوف ابيورين او بايراميدين، كل وحده من ذني النيوكليوتايدز بيها بيورين او بايرميدين. طيب البيورين شنو هو والبايرميدين شنو هو؟ البيورينز تورينج نيتروجينوس بيز، هن حلا يعني تورينج البيورينات، مثالها الجوانين والادينين. اوكي هن تورينج وامثلتهن اثنين. ها هي البايرميدين ثلاثة رينج، عفوا مو ثلاثة رينج، هن امثلتهن ثلاثة سايتوسين والثايمين ويوراسين. وان رينج وينينج نيتروجينوس بيس، يعني تركيبها يتكون من حلقة واحدة وهن ثلاثة السيتوسين والثايمين واليوراسين. البيورين هن اثنين ادينين وجوانين يتكونن من حلقتين. وهاي طيب انا من اريد اسوي اصنع دي ان اي، طبعا هنا راح اصنع دي ان اي. هو قايل لي بيورين اند بايرميدين ميتابوليزم، كلمة ميتابوليزم تعني لسنثيسيس وديجراديشن. هنا ف من راح اصنع؟ ما راح اصنع بس بيورين، لا راح اصنع وياها شوجر على الوافس، خلينا نقول شوجر وفوسفات حتى اصنع دي ان اي. ف من اريد اصنع نيوكليوتايد مال دي ان اي اجيب اول شيء الشوجر. فيقول لي بنتوز اللي هو 5 كربون شوجر والفوسفيت جروب هم يعني اجيبهم. ذا 5 كربون شوجر اوف نيوكليوتايد ار ديرايفد، منين اجيب هذا البنتوز اللي هو الرايبوز؟ derived from pentose phosphate pathway. هاي هاي يعني جملة مهمة، انه الرايبوز اللي هو سكر خماسي اجيبه من البنتوز فوسفيت باثوي او الى اسم ثاني هيك اعتقد HMT شتل، اعتقد HMT ما اتذكر الاختصار مالته، بس هو الاسم الاكثر شهرة البنتوز فوسفيت باثوي، وهو هذا اللي ذكرته الدكتورة طبعا بالمحاضرة واللي مطالبين به. طيب سيرتين امينو اسيدز ايضا احتاجها بالتصنيع، مثلا الاسبارتيك اسيد، الجلايسين، الجلوتامين. ذن منين اجيبهن؟ يا اما من الجلايكوليسيس يا اما من دورة كريبس. participate in the biosynthesis of purine and pyrimidine، ذن راح يشارك. طيب اذا اريد طاقة منين اجيب الطاقة؟ ATP. DNA contains all the information necessary to determine the specific structures and functional functions of cells. طيب both RNA and DNA are required for protein synthesis. In addition يعني ال RNA و DNA يفيدني بالبروتين synthesis. In addition nucleotides such as ATP NAD P NAD plus و NAD P plus. هاي راح مختصر ذاك السلايد، انه انا احتاجية هنا بنتوز فوسفيت باثوي انطاني طاني بنتوز هو رايبوز، احتاجيت رايبوز جبته من البنتوز فوسفيت باثوي. الجلوتامين وكذلك الاسبارتيك اسيد ذني اجني من دورة كريبس، وهم احتاجهن بالبيورين ميتابوليزم وبالبايرميدين ميتابوليزم. Synthesis of purine and pyrimidine.
The major pathway for purine are through two pathways. أنا إذا أريد أسمي هسه أبدي بالبيورين. البيورين من أريد أسميها عندي طريقتين. أول طريقة أسميها de novo synthesis وثاني طريقة طبعا sulfate pathway. هسه بالde novo synthesis. De novo synthesis راح أجي للبيورين أصنعها حباية حباية شوية شوية. فأجي the purine ring is synthesized from different small components من محتويات صغيرة مختلفة أجيها. Purine ring is built up on ribose phosphate path molecule جزيئة مع السكر وأبني عليها الحلقة يعني عندي sugar okay. هو اللي جزء اللي هو ribose phosphate pathway هو الأساس مالتي وراح أبني عليه بقية الحلقة مال النيتروجين سبيس البيورين وأكمل النيوكليوتايد أصنع. Hence nucleotides are the products of the de novo synthesis. A purine ring is assembled on PRPP. شنو هذا ال PRPP؟ إحنا مو قلنا إنه التصنيع يبديل من ribose phosphate. طبعاً ribose 5 phosphate يعني سكر خماسي ribose موجود بالكربون رقم 5 أكو فوسفات هذا المقصود. طيب هذا السكر اللي هو ribose 5 phosphate أشعله أحرقه أنشطه بمن بطاقة ATP. شوفوا إيش راح يتحول. راح يتحول إلى مركب اسمه 5 فوسفو ribosyl 1 pyrophosphate. شنو هو؟ هو فوسفوريبوسيل بايروفوسفيت PRPP هذا المختصر مالته. بس هاي الخمسة والواحد مجرد حددت للموقع. أنا قلت ريبوسيل فوسفوريبوسيل يعني أكو فوسفات لازق بريبوس هذا ريبوس هذا المركب الحلقي. رقم خمسة يعني هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي الخمسة. برقم خمسة أكو عندي فوسفات خمسة فوسفوريبوسيل واحد بايروفوسفيت. وين هالواحد؟ خلينا نشيلها. هاي الواحد رقم واحد عندي بايروفوسفيت هذين الجزئتين مال الفوسفيت نصيح لهم بايروفوسفيت فهو خمسة فوسفوريبوسيل واحد بايروفوسفيت PRPP انتج لي. فيقول لي بهذا السلايد اللي قبلت كان البيورين از بيورين رينك از اسامبلد اون PRPP. بالبداية صنع هذا والبقية جمعها فوق ال PRPP يعني هذا هو الأساس مالتي اللي أبني عليه كل البناءات. Important step is formation of phosphoribosyl amine from PRPP. أنا شنو عندي؟ نرجع على هذا الرسم كلش حلو. أنا عندي ال هذا من نشاطة ال ribose 5 phosphate حصلت على مركب بي بايروفوسفيت هاي البي بي اي. انا البايروفوسفيت مو كلش تفيدني بالتصنيع مالتي ما احتاجها اريد اتخلص من عدها. طيب ومو بس اتخلص من عدها ابدلها بمجموعة امين اوكي ابدلها بمجموعة امين. فراح اسوي فت خطوة اشيل هاي البايروفوسفيت اخلي مكانها امين وها هي. فيقول لي المركب شنو يصير اسمه؟ يصير اسمه خمسة فوسفورايبوسيل بقت هاي نفسها واحد بدل ما بايروفوسفيت واحد امين فرام بي ار بي بي باي ذا اكشن اوف شنو نسمي الانزيم هنا نسمي جلوتامين فوسفوريبوسيل اميدو ترانسفيريز. هاي ال ال ان اتش 2 اللي جابها من الجلوتامين فصار يعني اسم الانزيم مشترك ويا الجلوتامين جلوتامين فوسفوريبوسيل اميدو ترانسفيريز. PRPP provides the foundation for purine biosynthesis. هاي وضح ليها هاي الخطوة انه PRPP ويا الجلوتامين هذا انطى مجموعة مال NH2 فصار عندي بموقع رقم واحد NH2 امين والجلوتامين صار اسمه جلوتاميت والبايروفوسفيت اللي كانت هنا مشلبة شو معناها PPI. هذا المركب نسميه 5 فوسفوريبوسيل امين. طيب الخطوة اللاحقة شنو؟ الخطوة اللاحقة انه هذا اني هسه جزيئة الشوغر مالتي جاهزة اوكي جزيئة الشوغر مالتي جاهزة راح تيجي عندي 10 خطوات تبني لي جزيئة مركب الحلقة يعني مال البيس
مال النيتروجينوس بيس، اوكي 10 خطوات. فينتج لي مركب، هذا المركب بي شوغر وبي هاي نيتروجينوس بيس، شو نسميه؟ نسميه اي ام بي، اينوسين مونوفوسفيت. شنو هاي؟ contribution of different atoms، ذرات مختلفة from different sources، من مصادر مختلفة، حتى يكون لي بيورين ريك. فيقول لي اكو 10 تفاعلات، there are 10 steps in the de novo synthesis pathway، the enzymes catalyzing the reactions are exciting as multi enzyme complex in eukaryotic cells. هاي العشر تفاعلات شنو شغلها؟ العشر خطوات او العشر تفاعلات هاي شغلها تبني لي هذا الحلقه مال النيتروجينوس بيس، اوكي. فهي معقده، تفاعلات معقده وطويله وكذا، ما يردون نتعمق بها، ما انطونا اياها، بس قال لي هنا عشر خطوات. كونت الشوغر، كونت هنا هاي الحلقات مال النيتروجينوس بيس البيورين، و المركب الناتج شنو نسميه؟ synthesis of inosine monophosphate، نسميه inosine monophosphate اللي هو نعتبره parent، the parent purine nucleotide، هذا الأبوه هيك مثل ما نقول. the steps in purine nucleotide biosynthesis leading to the synthesis of IMP، هذا العشر خطوات تشوفون هنا بالرسم أو بالمخطط هذا، 1-2 لحد العشرة. ذني لحد العشرة تجلي هذا المركب، نسوي عليه زومينج. هذا المركب بهاي الشوغر للأسفل، أنا الشوغر سويتها بالبداية، أوكي، من ال شو اسمه ريبوز 5 فوسفيت، وشغلت عليها وكذا، يعني كونت الشوغر. إنه بذني العشر خطوات كونلي هاي الحلقة. فهاي الحلقة شو نسميها؟ نسميها هايبوزانثين. فيقول لي whose base is hypoxanthine، المركب كله اسمه IMP، اوكي inosine monophosphate، البيس مالته هاي الحلقة القاعدة اللي لي فوق البيس، طبعا بيس قاعدة هنا مو يعني قاعدة تكون للأسفل وكذا، لا يعني قاعدة شلون قاعدية حامضية، بس هي المركب هذا الحلقة ينذني هن نسميهن hypoxanthine، اوكي. طبعا هاي المعلومه حفظوها، راح نرجع بعدين للهايبوزانثين. تذكروا انه هو الجزء البيس مال الاي ام بي. هاي قضيه ثانيه اريدكم تعرفوها من هذا الرسم، انه تشوفون هذا التي اتش اف هنا دا يشارك للتي اتش اف. شنو التي اتش اف؟ تي اتش اف تيترا هيدروفلوريك اسيد، ما عرفنا التي اتش اف هو فوليك اسيد، سامعين بالفوليك اسيد، حامض الفوليك، اوكي. فالفوليك اسيد يشارك بذن العشر تفاعلات مشاركه كلش قويه. فها هي هذا اللي اريدكم تعرفونه من هاي المخطط، والباقي شيل وشر. صنعنا اي ام بي. طيب هذا الاي ام بي قلنا هو ابوهن، راح ينتج لي البقيه. فيقول لي الاي ام بي، شوفوا هنا بهذا الرسم اي ام بي، يا اما ينطيني اي ام بي يا اما ينطيني جي ام بي. هنا بهذا كسمه انه الاي ام بي، هنا انطاني جي ام بي وهنا انطاني اي ام بي حسب حاجة الجسم. اذا انطاني جي ام بي هنا راح احتاج انه جلوتا، انا ما اريد يعني اتعمق بالصورة لان هي مجرد فكرة مخليتها الدكتورة، بس انطيكم رؤوس اقلام. هنا مجرد احتاجية جلوتامين كمصدر للان اتش 2 اللي هي هاي الان اتش 2 مصدر لها، من انطاني اياها الجلوتامين، واحتاجية الطاقة جبتها من الاي تي بي. شوف جلوتامين جي ام بي، اوكي نفس الشيء، والاي تي بي بدت بالاي معاكسه، خلينا نقول هيك. والانزيم اسمه جي ام بي سينثيز، والله معروف هاي تكوين الجي ام بي. تكوين الاي ام بي، تكوين الاي ام بي اللي هي ادينوسين مونوفوسفيت، الجي ام بي كان اسمها جوانوسين مونوفوسفيت. الاي ام بي ادينوسين مونوفوسفيت هاي من الاي ام بي احتاجينا اسبارتيت. شوفوا اي اسبارتيت، اوكي نفس الحرف يبدا، ومصدر الطاقه تكون معاكسه، هاي اي بدينا بالجي، احتاجيت جي تي بي، طاقه من جي تي بي. النوب هاي حولت لي الاي ام بي هذا يعني الى مركب اسمه ادينيلوسكسينيت اللي هو هذا المركب.
هذا المركب يشبه الـ AMP بس بهذا الجزء اللي فوق يعني زيادة. الجزء اللي فوق من اجوا باوعوا لقوا انه اسمه فيوماريت، فجابوا انزيم لاييز ادينيلو سكسينيت لاييز يعني محلل مقص، فراح يقص لنا هذا اللي فيوماريت وطلعه هنا وبقى الباقي. الباقي شنو اسمه؟ اي ام بي ادينوسين مونوفوسفيت. وهاي فضت خلصت، كونا ادينوسين مونوفوسفيت، كونا جوانوسين مونوفوسفيت. اقول لكم على شغله، انا من اقول ادينوسين يعني ادينين عندي اوكي اللي هو نيتروجينوس بيس وياها شوغر اوكي، هاي كلمه ادينوسين، وقال لي وياها مونوفوسفيت فيعني هم عندي فوسفيت، فصار عندي ادينين وشوغر وفوسفيت. فاذا هذا شنو؟ هذا نيوكليوتايد مال دي ان اي. اذا هذا الاي ام بي هو الوحده الاساسيه للدي ان اي. من صنعته اني؟ يعني اقول انا صنعت دي ان اي اوكي. والجي ام بي نفس القضيه، جوانوسين اللي هو يشمل الجوانين والشوغر ومونوفوسفيت. ها هي نكمل بيورين سينثيسيس. اينوسين از ا نيوكليوتايد، هذا الاينوسين مونوفوسفايد نيوكليوتايد ذات از فورمد فيرست از اكت از بيس فور سينثيسيس اي ام بي اند جي ام بي. يعني هو راح يصنع لي اي ام بي جي ام بي واي ام بي اثنين هم باي اميدو ترانسفيرز. ترانسفيرز شو ينقل لي؟ ينقل لي مجموعه الامين ان اتش 2 جروب. منين؟ مو قلت لكم نحتاجها مره اسبارتيت ومره جلوتامين، فجروب فرام اسبارتيت اند جلوتامين. اذا اسبارتيت ينطيني اي ام بي، واذا جلوتامين ينطيني جي ام بي اوكي. والطاقه، الطاقه اذا اريد اصنع اي ام بي الطاقه تكون جي تي بي، واذا اريد اصنع جي ام بي يعني بالجي الطاقه تكون تبدا بالاي اي تي بي. يعني الطاقه بالعكس، بس الامينو اسيد اللي احتاجه الاسبارتيت والجلوتامين يكونون ذني نفس الاسم. هاي حتى هيك وسيله نحفظ بها شو اسمه المواد اللي احتاجيناها. طيب ضرور انا صنعت هسه من وصلت للادينوسين مونوفوسفيت والجوانوسين مونوفوسفيت صنعت واكتمل التصنيع مالتي. انا اجي الموضوع مهم له فد تاثير كلينيكال سريع اسمه رول اوف فوليك اسيد ان دي ان اي سينثيسيس. اني دور الدي ان دور الفوليك اسيد، تذكرون ذني العشر خطوات هسه وانا قلت لكم انه الفوليك اسيد اشتغل عندي يعني ساعدني. من اقول فوليك اسيد يعني اقول تصنيع دي ان اي. هيك خذوها، فوليك اسيد از ناون از فيتامين بي 9 which has vital functions. Our body needs folic acid for synthesis, repair, methylation of DNA. شوفوا هاي السطرين مو كلش راح تفهمون، بس انا راح اوضحهم بجمله بسيطه. It participates in important single carbon transfer reaction often referred as one carbon. هاي يريد يقول لي انه الفوليك اسيد شغله الطبيعي هو ينقل مواد من ذره كربون الى ذره كربون اخرى. ها هي مثل السياره الناقله، يعني تنقل من نقطة A إلى نقطة B، تشيل المواد من نقطة A توديها النقطة B تسلمها وترجع. هاي the active form of folic acid شو نسميه؟ نسميه تيترا هيدروفوليك أسيد. شنو الاسم الآخر؟ تيترا هيدرو، أو هو يعني نفس الاسم بس تيترا هيدروفوليت أوكي، اللي نرمز له THF أو FH4. هاي رول أوف فوليك أسيد. طيب synthetic inhibitors of purine synthesis. أنا synthetic inhibitors راح أصنع مواد ثبط لي البيورين synthesis. زين أنا شو وقت أحتاج أثبط البيورين synthesis؟ أحتاجها بمكاني. مرات عندي بكتيريا جراثيم، يعني بكتيريا جسم الإنسان، وهاي يعني مضرة ما أريدها تنتشر، فأريد أوقف الانتشار مالتها. شنو أسوي لها؟ هي يعني التكاثرها وكذا بالدي ان اي، فاوقف تصنيع الدي ان اي للبكتيريا اوكي على مود ما تنتشر وما تاذي الانسان. القضيه الثانيه اللي احتاج بيها انه اسوي انهبيشن لتصنيع الدي ان اي بالكانسر. الكانسر خلايا يعني خلايا سرطانيه تنتشر تتكاثر وتنتشر بسرعه وكذا،
فلازم اوقف الانتشار مالتها. شلون اوقف الانتشار مالتها؟ لازم اوقف تصنيع الدي ان اي مالتها. اذا توقف تصنيع الدي ان اي، هي الخليه يعني روحها بالدي ان اي، روحها بالنواه مالتها، والنواه روحها بالدي ان اي، فراح يتوقف انتشار الخلايا. فاكو اصنع مواد حتى اعالج الكانسر، اعالج بعض الامراض البكتيريه، تسوي الانهبيشن للبيورين سينثيسيس. انا احب اركز على هيك مواضيع لانه كلينيكال شغلنا كاطباء. سام سينثيتيك فور اكزامبل شنو نسميهن؟ سلفانيل امايد دراجز، هاي هي بكتيريو ستاتيك، يعني بكتيريو بكتيريا ستاتيك. شلون توقف عملها؟ انهبت ذا جروث اند مالتيبليكيشن اوف بكتيريا، النمو والتكاثر مال البكتيريا. ذي اكت باي انترفيرينج وذ ذا سينثيسيس اوف فوليك اسيد، ها لان راح يوقفن انتاج الفوليك اسيد. اذا توقف انتاج الفوليك اسيد يتوقف تصنيع الدي ان اي، لان الفوليك اسيد له دور بتصنيع الدي ان اي. زين، شلون يوقفن البناء مال الفوليك اسيد؟ اكو ماده هاي اسمها بي اي، ماده اسمها بي اي بي اي، اوكي. هاي هي يعني شلون نقول حجر الاساس للفوليك اسيد. هاي يسيطر عليها انزيم اسمه داي هايدرو بيتروت انزيم، هذا داي هايدرو بيتروت سينثيتيز. هذا الداي هايدرو بيتروت سينثيتيز الماده مالتي السلفانيل امايد تسوي كومبيتيتيف انهبيتر، يعني تسوي له انهبيشن بين قوسين لهذا الانزيم، بالتالي التفاعل كل هذا راح يوقف، بالتالي البي اي بي اي بابا ما راح تتحول الى فوليك اسيد، ما راح تكون لفوليك اسيد وما يتصنع لي دي ان اي. يعني السلفانيل امايد راح تجي تشتغل كومبيتيتيف انهبيتر المن كومبيتيتيف انهبيتر اوف بكتيريال انزيم داي هايدرو بيتروات سينثيز. هذا الانزيم، هذا الانزيم uses para amino benzoic acid PABA for synthesizing folic acid، يعني يستخدم ال PABA حتى يصنع لي folic acid. فال dihydrobutyrate synthetase، فالسلفانيل امايد راح تسوي انهبيشن لهذا الانزيم، وبالتالي ما يكمل التفاعل. فيقول هذا التفاعل اللي سويناه لانهبيشن قبل شوي الان، يعني انهبيتد رياكشن، هذا اللي سويناه لانهبيشن، في حال انه استمر راح يكون لي سينثيسيس اوف فوليك اسيد، راح يفيدني بتصنيع الفوليك اسيد، وبالتالي راح يصنع دي ان اي للبكتيريا، وبالتالي راح تتكاثر البكتيريا. فانا من وقفت هذا التفاعل بكتيريا كان نوت ريبليكيت without it، يعني without this reaction، بدون هذا التفاعل بكتيريا كان نوت ريبليكيت، لانه ما راح ينتج عندها دي ان اي. وها هي. طيب عندي غير هذا السلفانيل. Other purine synthesis inhibitors, structural analogs of folic acid, اسمه ميثوتريكسيت. هذا الميثوتريكسيت folic acid analog، يعني هي مماثل مطابق للفوليك acid. Use to treat a variety of malignant، يعني عالج المالignant الأورام. Inflammatory disease، الأمراض مال الالتهابات. It's a competitive inhibitor، هذا هم competitive inhibitor. المن المركب اسمه دايهيدروفولات ريدكتيز. طيب شنو هذا القصة؟ احنا نحكي الانزيم شنو شغله، ونقول انه مادتنا هي راح توقف شغل هذا الانزيم. انا عندي مركب اسمه دايهيدروفلورايت انزيم، ما راح اكتب اسمه كله طويل. هذا يتحول لي الى TH4 تيترا هيدروفلوريك اسيد، اوكي TH4 يمكن هيك اي، يتحول الى تيترا هيدروفلوريك اسيد THF يمكن اي مو THF TH4. اذا تحول لي الداي هيدروفوليت الى TH4، يعني تحول من الشكل الانكتيف للفوليك اسيد،
الى الشكل الاكتف، اوكي، الى شكل اكتف من الفوليك اسيد، بالتالي راح يتكون لي فوليك اسيد. فيجي الماده مالتنا اللي احنا سميناها هنا ميثوتريكسيت، مادتنا راح تسوي انهبيشن لهذا الانزيم داي هيدروفلوريد داي هيدروفوليت ريدكتيز، بالتالي الداي هيدروفوليت ما راح يتحول الى تيترا هيدروفوليك اسيد، وما راح يتكون فوليك اسيد اكتف، وما راح يتكون دي ان اي، فوقفت انتشار الكانسر، توقفت الانفلاميشن، بكتيريا دي تنتشر، كل هاي وقفتها. بلوكينج ذا كونفرجن، يقول لي انه هذا الماده مالتني اذا اشتغلت راح اسوي لي بلوكينج ذا كونفرجن اوف داي هيدروفوليت تو تيترا هيدروفوليت، وبالتالي انهبيتنج سيلولار ريبرودكشن، التكاثر الخلوي. Are used pharmacologically to control the spread of cancer by interfering with the synthesis of nucleotides and therefore DNA and RNA. يعني هاي الأدوية يجيهم مريض ينطونه ميثوتريكسيت، ليش؟ على مود يوقفون الـ synthesis of nucleotide. إذا توقف الـ synthesis مال النيوكليوتايد، يعني هو توقف الـ synthesis مال الـ DNA الـ RNA، الكانسر ما ينتشر، انفلاميشن ما ينتشر، وهكذا. طيب كملنا الجزء الاهم اللي هو الدينوفو سينثيسيس مال الاوف بيورينز، ناخذ جزء كلش بسيط اسمه السالفيج باثوي اوف بيورين سينثيسيس. احنا بالدينوفو قلت لكم انه جمعناها حبايه حبايه شويه شويه، هنا لا، اني قال لي يابا انت من صنعت لي اي ام بي وجي ام بي، شلون عندك؟ خلينا نجي لهذا هاي الصفحة. كان عندي شوغر، اوكي، و بيس نيتروجينوس بيس، وعندي فوسفيت، اوكي. فيقول لي انا راح اجيب لك يعني بيس اربطها نيتروجينوس بيس، يعني بيورين خاصة او بايرميدي بيورين هنا، أدينين، بس أدينين أو بس جوانين، أوكي، وأربطها ويا الشجر ويا الفوسفيت حتى تكون لي أي أم بي جي أم بي كذا. المركب اللي يحوي لي على الشجر فوسفيت يا هو البي آر بي بي، أوكي، لأن هذا اسمه فوسفورايبوسيل بايروفوسفيت، عفونا من البايروفوسفيت، بدايته فوسفورايبوسيل، فوسفور بي فوسفات، ورايبوسيل هو الشجر، فبي شجر وبي فوسفيت، وانا جبت له بيس، صار عندي شجر وفوسفيت وبيس، يعني صار عندي شنو؟ نيوكليوتايد، اوكي. فهاي طريقة التصنيع مالتي، بس مجرد عندي اجزاء جاهزة الحمها هيك، خلينا نقول. This pathway ensures the recycling of purines formed by degradation of nucleotide, nucleosides and deoxynucleosides. شوف PRPP is the starting material، يعني بدايتنا هم من الـ PRPP. In this pathway it also a substrate for de novo synthesis، يعني يقول لي مثل ما الـ PRPP الـ phosphoribosyl pyrophosphate كانت هي substrate لل للدينوفو سينثيسيس، هي الان سبستريت للسالفيج باثوي. هينز ذيس تو باثويز الدينوفو والسالفيج هن انتر ريليتد، بيناتهم علاقه، بيناتهم بهن بي ار بي بي. خلينا نوضحها بالتفصيل هنا، لو هنا هذا اوضح. يقول لي انت ايش عندك؟ انت عندك أدينين اللي هو البيس، أوكي، ربطت ويا جبت أخذت ال بي آر بي بي، خذينا من عند الفوسفات والرايبوس، أوكي، فوسفورايبوسيل، كونت أي أم بي، هاي أدينين وهاي فوسفات وهاي رايبوس، أدينين أي أم بي، والبي هاي البي بي طلعت، أوكي، طبيعي. بالجوانين نفس القضية، هاي بيس كذا، بدل الاي ام بي صارت جي ام بي، والفوسفات طلعت. الهايبوزانثين، انا قلت لكم قبل شوي الهايبوزانثين هو جزء من الاي ام بي،
اوكي هو البيس اللي فوق مع الاي ام بي. فالهايبوزانثين هم جاب انطافوس يعني هو يشبه الادينين والجوانين، هم جزء بيس قاعدي اللي فوق. ربط جاب لهم فوسفات وجايب له رايبوز من البي ار بي بي، صار عندي رجع للاصل اللي هو الاي ام بي اينوسين مونوفوسفيت. فكون والبايروفوسفيت طلعت، فانا هنا حصلت اي ام بي طبيعي، حصلت جي ام بي وحصلت اي ام بي. الاي ام بي هذا ممكن هو هم بعدين يرجع يتكون ينطيني جي ام بي او يرجع ينطيني اي ام بي مثل ما اخذنا قبل شوي. طيب بقت شغله واحده ناخذها ويا هاي الصوره، انه الانزيمات ويا الادينين. اسم الانزيم هو ادينين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز، ادينين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز، ويا الجوانين ويا الهايبوزانثين زانثين نفس الاسم اللي هو شنو اسمه كلش قصير، هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز. شفت القط قصير؟ هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز، هذا الاسم مال الانزيم ستشو. وهاي كملت البيورينز كلها. نجي للبايراميدين. البايراميدين انا ايش احتاج حتى، طبعا هي لها عده تفاعل، سلسله تفاعلات طويله حتى تصنعها، بس الدكتوره مختصرتها كلش يعني ماخذه بس اول خطوتين والبقيه ما حاكي عنها. قبل ما تعطيني الناتج النهائي هسه نشوف. بس انا اقول حتى اصنع بايراميدين، البايراميدين هن من البايراميدينز هن كون اللي من ون رينج حلقه واحده، وهن ثلاثه الثايمين واليوراسيل والسيتوسين. طيب شنو احتاج بهن؟ ميتابوليك بريكرسر اوف نيوكليوتيد انكلود امينو اسيد سي او 2 ريبوز 5 فوسفيت، ذن ثلاث اشياء. طيب شنو ايش راح اسوي بهن ذني؟ عندي الخطوة الأولى راح أصنع مادة اسمها كاربومويل فوسفيت. طيب هاي شلون أصنعها؟ هاي عبارة عن CO2 زائد أمونيا NH3، ها هي ينطيني الكاربومويل فوسفيت. فيقول لي the regulated step of pyrimidine synthesis of carbamoyl phosphate. منين أجيبه هذا؟ من الجلوتامين. الجلوتامين ينطيني NH3 اوكي، وكذلك CO2 راح القاه بالبيكربونيت، مثلا يعني اخذه من البيكربونيت اوكي HCO3. كاتلايز هذا التفاعل مال كاربومويل فوسفيت سينثيسيس، كاتلايز باي كاربومويل فوسفيت سينثيز، طبعا CPS2 اوكي. احنا بالكورس الاول اخذنا ويا اليوريا سايكل CPS1، ذاك انزيم يختلف، هذا CPS2. ما اريد يعني نتعمق بالفرق بيناتهم وما ادري شنو، بس ادي اقول لكم انه هو يختلف. وها هي كاربومويل فوسفيت سينثيز، هذا اسم الانزيم. ذا امونيا نيسيسري فور ذا فورميشن اوف كاربوميك اسيد اورجينيت فروم جلوتامين، يعني انا منين اجيب الامونيا؟ اجيبها من الجلوتامين. ف المعادله صارت عندي جوا امونيا اللي يعني جبتها من الجلوتامين، هاي ال NH3 صفها بيكربونيت اخذ من عندها CO2، واحتاج طبعا طاقه 2 ATP كون الكربومويل فوسفيت. ها هي الخطوه الاولى انتهت، كونت كربومويل فوسفيت. الخطوه الثانيه شنو؟ كربومويل فوسفيت يعني ما يفيدني، لازم احتاج كربومويل اسبارتيت. طيب كربومويل فوسفيت هذا مالتي راح يتفاعل ويا الاسبارتيت، ويا الاسبارتيت احنا ذكرنا من البدايه نحتاج الاسبارتيت، وهسه هنا راح نستخدم الاسبارتيت، اخليه يتفاعل ويا الكربومويل فوسفيت و يعني يصير تفاعل، شو نسميه؟ تفاعل استبدال، فيطلع الفوسفات اوكي ويدخل بمكانه من هو الاسبارتيت. فشوفوا حتى الاسم يبقى يعني مرتب بشكلهم كاربومويل اسبارتيت. ذا انزيم از اسم الانزيم هنا ATC اللي هو اسبارتيل ترانس كاربومويليز، يعني ينقل ترانس
نقل استبدال كذا أسبار بين الأسبارتيل للكربمويل. ها هي ITC which is allostrically regulated. هذا يصير له allostric regulation, لذلك هي right limiting step. الأتوم C2 هاي معلومة مو مهمة صراحة, إنه الأتوم C2 والN3 جايبيهن من الكربمويل فوسفيت, والبقية جايات من الأسبارتيت. C2 والN3 من الكربمويل فوسفيت, مال الكربمويل أسبارتيت. هذا C2 والN3 مالات الذرات جايات من الكربمويل فوسفيت, والبقية كلهن جايات من الأسبارتيت. طيب both purines and pyrimidine synthesis require glutamine aspartic acid PRPP as essential precursor. كونت بهاي آخر بالخطوة الثانية, كونت مركب اسمه كربمويل أسبارتيت, وها هي اختفت القصة. ما راح تكملون القصة انه هذا شنو راح يصير له ولا ابد, بس راح يقولوا لي يعني صارت عدة تفاعلات ما مذكورة, راح احصل يوردين مونوفوسفيت. طيب خلينا نجي نفسر كلمة يوردين مونوفوسفيت. هي أنا عندي يوراسيل بس نيتروجينوس بيس, أوكي بس نيتروجينوس بيس. كلمة يوردين يعني عندي نيتروجينوس بيس أوكي زائد شوغر أوكي, وهنا مونوفوسفيت جتني وياها فوسفيت. إذا هذا المركب الناتج هو شنو؟ نيوكليوتايد. كشفناه هو نيوكليوتايد, بس ما سماه ليان يعني نيوكليوتايد, سماه UMP أوكي. يعني هو هذا يعني هو هذا أساس مال DNA. من وصلت لي يعني أنا صنعت DNA. فأقول لي أنا حصلت UMP. هذا ال UMP راح أسوي is phosphorylated, يعني أضيف له فوسفور أكون UDP. ال UDP هم أسوي له phosphorylation, إيش أحصل؟ UTP. ال UTP إذا أنا أحتاج UTP, ها هي UTP وانتهت. مرات ايش احتاج؟ CTP. CTP سايتودين ترايفوسفيت. مجرد اليو تي بي اضيف له امينو جروب فورمينج جلوتامين. هاي الامينو جروب اجيبها من الجلوتامين. اسم الانزيم CTP سينثيتيز وينطيني CTP. شوف هاي يو تي بي, رسم الكواليتي مالته قليله. يو تي بي تحول لي الى CTP اوكي. الجلوتامين انطاني, هي انطاني الامينو جروب, وها هي. synthesis of deoxyribonucleotides. اني بالدي ان اي يعني رايبوز مالتي لازم يكون منقوص الاكسجين, فشلون اخليه منقوص الاكسجين؟ هذا الموضوع من اخذنا التصنيع ويا البيورينز ويا البايرميدينز ما حكينا عنه, فهنا راح احكي له عنه. خطوه بسيطه بانزيم بسيط تسوي لي هاي الكيلي الاكسجيناي من موقع رقم 2 كاربو رقم 2 بالرايبوز. ذا نيوكليوتايد ديسكرايب ذس فار اول كونتين رايبوز ريبونيوكليوتايد, يعني بها كل محتويات الرايبوز. Thus, nucleotides required for DNA. The nucleotides that we need for DNA synthesis are 2-deoxyribonucleotide. يعني هي ديوكسي شايلين منها أكسجين بموقع كربون رقم 2, which are produced from ribonucleoside diphosphate by. اسم الإنزيم هنا مهم, اللي هو ribonucleotide reductase. هو هذا اللي راح يشيل لي الاكسجين, بحيث يصبح النيوكليوتايد تصير ديوكسي ريبونيوكليوتايد. طيب اني ارجع اكمل على هذني من حصلت وياه يو دي بي, حصلت يو ام بي حولته يو دي بي, بعدين حولته يو تي بي يوردين ترايفوسفيت, بعدين هذا قلت اذا احتاج CTP سايتودين حولته الى سايتودين ترايفوسفيت. طيب اذا احتاج ثايميدين ترايفوسفيت,
فراح هنا synthesis of deoxythymidine monophosphate. اوكي مو تريفوسفيت مونوفوسفيت. هنا شنو يقول لي؟ because DNA requires thymine the methylated form of, شوفوا يوراسيل methylated form of يوراسيل اللي شنو اسمه DUMP. شنو DUMP؟ هاي ديوكسي يوراسيل مونوفوسفيت. يعني هذا اليوراسيل مونوفوسفيت اللي حصلته هنا اول واحد. من اريد اصنع ابو الثايمين اجي الاول واحد، مو لليو دي بي ولا لليو تي بي، لا لليو ام بي. هذا اول واحد يو ام بي. اشيل من عند الاكسجين صار ديوكسي يوردين مونوفوسفيت. اوكي انا قاعد هواي اقول كلمه اوكي بس اي لانه مو وجه لوجه تسجيل. عبرنا لغير صفحه. اي هذا اليو ام بي شلت من عند الاكسجين صار ديوكسي يونو ديوكسي يوردين مونوفوسفيت. هذا احوله الى مجرد اليوردين احوله ثايميدين فصار ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. طيب صار ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. اسم الانزيم شنو هو؟ اسم الانزيم ثايميديليت سينثيز. ثايميديليت سينثيز. هذا الثايميديليت سينثيز يستخدم التيترا هيدروفوليت. طيب تيترا هيدروفوليت احنا ما قلت لكم هذا ينقل سيارة ناقلة. هذا من ينقل يجي يرتبط بمادة يحملها ويوديها. فهنا مرتبط به من N5 N10 مثلين تيترا هيدروفوليت. شايل لي بالN بالنيتروجين رقم 5 ونيتروجين رقم 10 شايل لي مثل. يوديهن حتى يحول الديوكسي يوردين مونوفوسفيت الى ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت as the source of the methyl group. ها هي حصلت على ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. وكمل تصنيع البايرميدينز كله. نجي للسلايد واحد يحكي له عن الشغله كلينيكال. انا قبل شويه حكيت انه شلون اوقف انتشار البكتيريا الكانسر كذا. هنا انتي كانسر ايجنتس اكتنج اون بايرميدينز. بالبايرميدينز يا هن الانتي كانسر اللي راح يوقفن الانتي كانسر يوقفن الكانسر. طبعا اللي يوقفن الكانسر يعني يوقفن تصنيع الدي ان اي. فيقول لي اكو مركب عندي اسمه 5 فلورو يوراسيل هذا انتي كانسر. شبيه هذا؟ هذا act as inhibitor of thymidine synthase. هذا اللي هسه انا حكيت عنه الثايميديليت سينثيز اللي يحول لي الديوكسي يوردين مونوفوسفيت الى ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت فراح يوقفه. فبالتالي هو انتي كانسر راح يوقف تصنيع الدي ان اي وتتوقف. طيب المركب الثاني شنو اسمه؟ اسمه ميثوتريكسيت واحنا اخذناه قبل شويه. هذا الميثوتريكسيت قلت لكم عنه انه انهبت داي هيدروفوليت ريدكتيز. الداي هيدروفوليت ريدكتيز هو يحول الداي هيدروفوليت الى تيترا هيدروفوليك اسيد الى شكل النشط من الفوليك اسيد. بالتالي اذا الميثوتريكسيت تدخل ووقف هذا التفاعل سواء الانهبيشن بالتالي الفوليك اسيد ما راح يتحول الى اكتيف وبالتالي تصنيع البايرميدين راح يوقف وتصنيع الدي ان اي راح يوقف. And thereby reduces the regeneration of THFA. It's a powerful anti-cancer. هذا مضاد للكانسر قوي. وها هي كملة المحاضرة. أتمنى فدتكم بفكري ولو بسيط. وأي سؤال أنا بالخدمة واعذرونا على التقصير. مع السلامة.